الآن ننتقل إلى مراسلنا كريم بيبرس من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وأيضا ينضم إلينا الزميل محمد الخطيب من الإسكندرية. أبدأ معك الزميل كريم بيبرس من العريش، يعني حدثني في البداية عن طبيعة المقار الانتخابية في محافظة العريش، وأيضا يعني أقل من نصف ساعة وتغلق صناديق الاقتراع، ماذا عن طبيعة الاقتراع هذا اليوم في مدينة العريش؟ تحياتي لكم مرة أخرى وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما إذا تحدثنا عن الطبيعة هنا فمحافظة شمال سيناء لها طبيعة خاصة، نتحدث هنا عن الشيوخ والقبائل بشكل عام وعواقل القبائل، وأيضا المواطنين الذين متواجدين هنا في المدينة داخل مدينة العريش تحديدا. ربما قسمت يعني الدوائر الانتخابية إلى 11 دائرة انتخابية في 6 مراكز، نتحدث عن العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل. لكن هنا من العريش الطبيعة هنا يعني ممزوجة ما بين الشيوخ والقبائل المتواجدين داخل محافظة شمال سيناء وبين المواطنين القاطنين داخل مدينة العريش. نتحدث عن إقبال منذ 9 صباحا وحتى الآن ما زال الإقبال مستمر، ولكن بالطبع تخف الأعداد وتقل قليلا عند ساعات الليل خصوصا مع دخول ساعات البرد، وأيضا نظرا لطبيعة المكان في حد ذاته. مكان محافظة شمال سيناء دائما ما هو معتاد على يعني الإغلاق الليلي بعد 8 و9 مساء تقريبا، تبدأ يعني الأجواء في السكون بشكل عام في محافظة شمال سيناء، إلا أننا منذ نصف ساعة تقريبا كان هناك ما زال بعض السيدات ما زالوا يتوافدون إلى اللجان، يتوافد أيضا بعض رجال كبار السن منذ قليل. بينما أنا أتحدث الآن ربما إحدى السيدات الآن متواجدة أمام اللجنة، ولكن هذا لا يمنع أيضا يعني تنوع الفئات الذين جاءوا بالفعل إلى اللجنة. نتحدث عن رجال، نتحدث عن شيوخ، نتحدث عن سيدات، بعض الشباب أيضا شاركوا تحديدا. لكن أنا هذه نظرة عن مدينة العريش أو قسم من أقسام مدينة العريش. هناك أيضا بعض المراكز الأخرى التي كان هناك عليها إقبال منذ صباح اليوم لاختيار الرئيس، ولكن دعونا نتحدث في ناحية مميزة بعض الشيء. فهنا في محافظة شمال سيناء هي المرة الأولى بعد القضاء على الإرهاب. هناك بعض الأطفال والشباب الصغار من لم يحضروا من قبل انتخابات، من لم يشهدوا الاستحقاقات الانتخابية، ما شاهدوه كان فقط الحروب المختلفة في مجابهة الإرهاب، لذلك النظرة كانت في عيونهم نظرة التساؤلات ونظرة الوعي، وهو جاء هنا دور الإعلام فعلا في توعية الأطفال الصغار، من يروا هذه الاستحقاق الانتخابي يروا المشاركة بشكل عام، لتطبع هذه الفكرة في وجدانهم، فكرة المشاركة. عندما تحدثت مع الأطفال الصغار عن هذه الفكرة، فكرة الانتخابات، قالوا أنهم مجرد وجود يعني هذه التحركات فصار عندهم الوعي الخاص باختيار الرئيس لمجرد اختيار. فسألتهم لماذا تشاركون في الانتخابات، لماذا جئتم لتشاهدوا يعني هذه المشاركة بشكل عام مع الأهالي أو حتى من يعبر مجرد العمر أمام اللجان؟ قالوا نحن جئنا لنختار الرئيس.